الإمارات الآن تعيد ترتيب سياساتها الإقليمية بشكل جذري كما تعلمون، تطلع إلى دور كبير، وعلى ما يبدو في أن أبوظبي اختارت أن تلعب دور المهام القادرة كما تعلمون للولايات المتحدة بعد وصول إدارة ترامب، وهي تتمتع بعلاقات قوية جدا مع سلطات أبوظبي. أعلنت بأنها رسميا واشنطن أتحدث بأنها انسحبت من منطقة الشرق الأوسط، ولكن حقيقة الأمر أن الإمارات تقوم الآن بتنفيذ السياسة الإماراتية بشكل حرفي. وكما تعلمون مثلت من ما جرى ما نسب للقوات الأمريكية وقوات الاحتلال الأمريكي في أبو غريب وما حدث في غوانتنامو، جعل الرأي العام حتى على مستوى داخل أمريكا يستنكر هذه الممارسات، واختارت الإمارات أن تقوم بهذه المهام والإدارة القذرة بالنيابة عن الولايات المتحدة. والأمريكيون رضيوا أو وفروا غطاء دبلوماسيا وعسكريا وسياسيا واستخباراتيا لأبو ظبي في أن تقوم بهذه المهام، ولكن في على أن تجري هذه الممارسات في الموانئ التي تسيطر عليها أبو ظبي. وفعلا كما أشارت تقارير إريترية ودولية وإقليمية بأن تواجد الإمارات في منطقة في ميناء عصب ومصوع في إريتريا فقط ليس فقط من أجل السبب التجارية والاقتصادية، ولكن من أجل ممارسة بعض المهام وبعض السياسات القذرة، منها تعذيب واعتقال وسجون سرية للمعتقلين في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب.